في التعاون مع مسيرة الطلبة الخريجين، نرجو التعاون من جميع الأهالي. أهلا وسهلا براعي الحكيم، أهلا وسهلا فيكم، شرفتوني اليوم ونورتوني بمسرح قدامي. إن شاء الله نكون بحسن ظنكم ونرجو التعاون من الجميع. الله يبارك.
احلى تحيه حق طلبه الاهليه. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة السيد فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العربية راعي الحفل الكريم، سعادة البروفيسور الدكتور عبد الله يوسف الحواج الرئيس المؤسس رئيس مجلس الأمناء، سعادة البروفيسور الدكتور منصور أحمد العالي رئيس الجامعة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، إخواني وأخواتي الخريجين والخريجات، السيدات والسادة أولياء الأمور وأهالي الخريجين، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجتمع اليوم في هذه المناسبة السعيدة التي نضيف من خلالها فوجين جديدين من المؤهلين والمؤهلات إلى قافلة العلوم والمعرفة في مسيرة هذا الوطن الغالي، ليكونوا نعم المداد في هذا السراج. أيها الحفل الكريم، خير ما نستهل به حفلنا هذا تلاوة مباركة لآيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الخريج محمد القاسمي، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، صدق الله العظيم. شكرا للخريج محمد القاسمي على هذه التلاوة الطيبة التي تعطرت بها الأسماء وخشعت لها القلوب. كلنا فخر واعتزاز باهتمام الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء بالتعليم العالي، وتقديم مختلف صور الدعم والمساندة للجامعات ومنتسبيها. لذلك يطلع مجلس التعليم العالي وأمانته العامة بدور في غاية الأهمية من أجل الارتقاء بالجامعات البحرينية وتمكين الطالب الجامعي من مختلف متطلبات النجاح والتميز، وخصوصاً في المجالات العلمية والمهنية. نظراً لانشغال سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة
نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، أمين عام المجلس في مهمة خارج المملكة، ورغبتها في مشاركتنا فرحة تخريج طلبة الجامعة الأهلية، نستمع الآن إلى كلمتها عبر الفيديو. أصحاب السعادة، الأخوة والأخوات، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني وبمناسبة تخريج الفوجين الخامس عشر والسادس عشر من طلبة الجامعة الأهلية أن أتقدم لطلبتنا الخريجين بخالص التهنئة، متمنية لكم التوفيق والنجاح في حياتكم العملية، وأعرب لكم عن صادق مشاعري وبأن جامعتكم قد جسدت مسيرة بناء وعطاء مستمر التي آمن روادها الأوائل وقادتها إيماناً راسخاً أن الاستثمار في رأس المال البشري هو أعظم استثمار، وأن هدفها الرئيسي إتاحة فرصة التعليم العالي لأبناء هذا الوطن حيث ما قد وصلت إليه الجامعة الأهلية اليوم من سمعة طيبة ومستوى رفيع، وما تحقق على صعيد النهوض بمسيرة التعليم العالي يدعونا جميعاً إلى الفخر والاعتزاز بهذه الجامعة. وكل الشكر والتقدير والعرفان لكل من عمل في هذا الصرح العلمي من مجالس الإدارة ومجالس الأمناء والأكاديميين والباحثين والإداريين الذين عملوا بمنتهى الإخلاص والتفاني حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم، حيث غدت صرحاً علمياً مهماً. أعزائي الخريجين، أؤكد لكم بأنكم ستشكلون المحرك والدافع الرئيسي لتعزيز المسيرة التنموية الشاملة للمملكة، وأنتم الخريجون وسيلة التنمية وغايتها، وعليكم المحافظة على استدامة إبداعكم وتميزكم، وعلى عاتقكم تقع مسؤولية المواصلة والاستمرار في التعليم والتدريب واكتسابات مهارات جديدة تسهم في تمكينكم للتكيف مع سوق العمل والوفاء بمتطلباته، وأن أدواركم الريادية لم تكن فقط داخل حرمكم الجامعي لاستكمال متطلبات الحصول على المؤهل الأكاديمي، وإنما أدواركم الحقيقية هي أكبر من ذلك، تتجاوز حدود الحرم الجامعي. عليكم استثمار طاقاتكم ومواهبكم في إحداث التغيير الإيجابي المنشود في كافة ميادين العمل والمشاركة في الحياة العامة لبناء المستقبل الأفضل. الحضور الكريم، لقد أخذت على عاتقي ومنذ أن توليت منصب الأمين العام لمجلس التعليم العالي ونائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي إحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم من خلال تحديث عمل مجلس التعليم العالي وتسهيل إجراءاته وفقاً لقرارات مجلس الوزراء الموقر برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وبرنامج الحكومة ومبادرات المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب للنهوض بمخرجات قطاع التعليم العالي. ختاماً، كل الاعتزاز والتقدير لهذه الجامعة التي نفتخر بها وبإنجازاتها جميعاً، وسنواصل دعم مسيرتها لتمكينها من أداء رسالتها النبيلة واستدامة نقلتها النوعية التي شهدتها وبناء المستقبل المشرق للوطن الغالي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذا المكان نرسل جزيل الشكر والعرفان للشيخ رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة على كلماتها الجميلة والمعبرة، والتي كان لها بلا شك أجمل الأثر في نفوسنا وعقولنا، أساتذة وخريجين وأولياء أمور. إن للعلم مكانة يضعها البارئ عز وجل في الدرجات العلى، ولكل مسيرة قائد ولكل سفينة ربان. يتفضل الآن المربي الفاضل وقائد مسيرة الجامعة الأهلية
البروفيسور الدكتور عبد الله الحواج الرئيس المؤسس رئيس مجلس الأمناء بإلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الأخ الفاضل فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس الإدارة راعي حفلنا هذا، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، أبنائي وبناتي الخريجين والخريجات، الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل ربي زدني علماً، صدق الله العظيم. إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن نحتفي هذه الليلة بتخريج الفوجين 15 و16 من طلبة الجامعة الأهلية، تزامناً مع الاحتفالات بأعيادنا الوطنية المجيدة، بعد أن اجتزنا بنجاح جائحة كورونا، فتحقق لنا النصر المبين على الفيروس الغامض بفضل الوعي المجتمعي والتكاتف الشعبي والتعاون الفائق مع أجهزة الدولة وبروتوكولات الفريق الوطني برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، أبنائي وبناتي الخريجين والخريجات، الحضور الكريم. لقد مرت على مملكة البحرين والعالم خلال السنتين الماضيتين ظروف استثنائية صعبة، فمن تداعيات جائحة كورونا إلى تحدي المناخ إلى أزمات الاقتصاد إلى الثورة الرقمية الفائقة إلى ما لا يمكن التنبؤ به بشأن الخطوة القادمة للكون المريض، وإذا ما كان قادراً على استلهام العبر والدروس ومواجهة القادم الخطير، ونحمد الله ونشكر فضله أن العالم ومن ضمنه مملكة البحرين قد اتخذت قرارها البصيري بأن تقف في وجه التحدي وأن تواجه المعضلة بالحلول الفاعلة، وبالفعل كان التحدي مقبولاً في جامعتنا الأهلية ومفهوماً بالنسبة للهيئتين الأكاديمية والإدارية، فتمكننا رغم التباعد أن نقترب منكم أكثر وأن نكون معكم على الدرب بحجم التحدي وحجم التصدي، فكانت للتقنيات الفارقة دورها الكبير في الانتصار على التباعد الكبير، وكان لتقنيات التعليم الافتراضي الأونلاين فعل السحر في نجاح التواصل معكم، بحيث تمكننا معا من العبور بكم من تلك المرحلة الصعبة إلى مراحل أخرى أكثر إشراقا وازدهارا. أبنائي وبناتي الخريجين والخريجات، إنه لمن دواعي الفخر والفخار أن نلتقي بكم الليلة، ليس لكي نشد فقط على أيديكم
وأن نسدد نصر لكم، فأنتم تدركون حجم المسؤوليات الكبيرة بعد أن تخطيتم عنق زجاجة هذه المرحلة المهمة من مراحل حياتكم. كل ما أريد التأكيد عليه أن تعرفوا بأنكم تخرجتم من جامعة لديها من الإنجازات الكثير، ولها من التزكيات والاعترافات المحلية والدولية ما يجعلكم تفخرون بأنكم تخرجتم من الأهلية. إن جامعتكم بفضل الله وبفضل جهود مجلس الإدارة ومجلس الأمناء والهيئتين الأكاديمية والإدارية، وبفضلكم أنتم، قد تمكنت من اجتياز كل المراحل الصعبة وحصدت من المراكز المتقدمة في مضمار جودة التعليم وفي مضامير الاعتماد الأكاديمي والتصنيفات العالمية ما يجعلكم مرفوعي الرأس، متباهين بجامعتكم، مفاخرين بموقعها المتميز بين أرقى الجامعات في المنطقة وأكثرها شهرة وتميزا. 20 عاما من التميز اعتلينا فيها أعلى المنصات في البحث العلمي، كما تم تصنيفنا من قبل مؤسسات التصنيف العالمية لنبلغ المرتبة 13 عالميا في جودة التعليم. من مؤسسة التايمز للتعليم العالي للعام 2021، وذلك في مؤشرات الاستدامة، كما حققت جامعتكم الموقع 39 من بين الجامعات العربية حسب تصنيف مؤسسة QS العالمية للعام 2021، كما تبوأنا موقعاً متقدماً في قواعد بيانات البحث العلمي شيماغو، بالإضافة طبعاً إلى الاعتماد الأكاديمي الذي حصلنا عليه ضمن عدد محدود من الجامعات الزميلة في مملكتنا الحبيبة، كما حصلت برامج كلية العلوم الإدارية والمالية على اعتماد جمعيات المحاسبين الدولية في بريطانيا وأمريكا، حيث يحصل الخريج على أكبر عدد من الإعفاءات في الشهادات المهنية مثل ACCA البريطانية والCPA والCFA الأمريكية. ويسعدني أن أزف لكم أحلى الأخبار، خبر حصول كلية تكنولوجيا المعلومات على الاعتماد الأكاديمي العالمي من مجلس الاعتماد الأمريكي ABET لست سنوات قادمة. الحضور الكريم، إن هذه المنجزات وتلك المكانة ما كان لها أن تتحقق إلا بالدعم اللامحدود الذي تحظى به جامعاتنا الوطنية من لدن عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، حفظ الله ورعاه، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه، ومن الحكومة الرشيدة ومن المنظومة التعليمية كافة يتقدمهم نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للتعليم والتدريب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة حفظه الله ورعاه، ووزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وفقه الله، وأعضاء مجلس أمناء التعليم العالي وفي مقدمتهم نائب رئيس المجلس الأمين العام سعادة الدكتورة الشيخة رنا
بنت عيسى بن دعيج آل خليفة والأمانة العامة وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب ومختلف أجهزة وهيئات ومؤسسات المملكة. وقبل الختام لا يفوتني أن أوجه كلمة شكر وتقدير للمساهمين في إنشاء هذا الصرح العلمي المتميز، وفي مقدمتهم أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية العربية للخدمات التعليمية والبحوث برئاسة الأخ الفاضل فاروق يوسف المؤيد، وأعضاء مجلس الأمناء ومجلس الجامعة، والشكر موصول إلى رئيس الجامعة الأخ الفاضل البروفيسور منصور العالي، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وجميع منتسبي الجامعة. كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى أعضاء اللجنة المنظمة للحفل فرداً فرداً، وأقول لهم أشهد الله أنكم أبليتم بلاءً حسناً وضربتم أروع المثل في تحمل المسؤولية وأكدتم من جديد هوية الأهلية. ولا يمكن أن أختم كلمتي قبل أن أوجه هذا النداء إلى أبنائي وبناتي الأعزاء، كونوا سفراء المحبة والتعايش والسلام في بلد المحبة والتعايش والسلام، والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزيل الشكر والعرفان للبروفيسور الدكتور عبد الله الحواج على كلماته التي ستظل نبراساً نستضيء بها لمواصلة التعلم ونيل أعلى المراتب. والآن يتفضل البروفيسور الدكتور منصور العالي رئيس الجامعة الأهلية بإلقاء كلمته، فليتفضل مشكوراً. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم. سعادة السيد فاروق يوسف المؤيد راعي الحفل، سعادة البروفيسور عبد الله الحواج الرئيس المؤسس رئيس مجلس الأمناء، أصحاب المعالي والسعادة السادة أعضاء مجلس الإدارة ومجلس الأمناء ومجلس الجامعة، السيدات والسادة الحضور أولياء الأمور الكرام، نجتمع اليوم لنحتفل بتخريج الفوجين 15 و16 من طلبة الجامعة الأهلية، وأنتهز هذه الفرصة لتهنئة أبنائي وبناتي الخريجين والخريجات على حصولهم على الدرجة العلمية التي جاهدوا وسهروا لنيلها، كما أبارك للآباء والأمهات هذا النجاح. لقد سعت الجامعة الأهلية إلى التميز في طرق العلم والمعرفة والبحث العلمي منذ تأسيسها، كما سعت دائماً إلى التواصل مع المجتمع بشتى الطرق. استطاعت الجامعة أن تخرج الفوج تلو الفوج حتى بلغ عدد خريجيها ما يقارب 6000 من الخريجين المتميزين الذين أثبتوا كفاءتهم وتقدمهم في الوظائف التي شغروها، ومنهم من تبوأ أعلى المناصب القيادية. في شهر فبراير الماضي احتفلت الجامعة الأهلية بعيدها 20،
كما دشنت خطتها الاستراتيجية الخمسية الخامسة، والتي تهدف إلى التميز في التدريس والبحث العلمي والتواصل مع مختلف المؤسسات الوطنية بهدف إجراء دراسات ممولة من هذه المؤسسات الحكومية والخاصة، والتي بدأت تؤتي ثمارها. لقد تفوقت الجامعة الأهلية في مجال البحث العلمي، حيث شهد العام 2021 نشر 129 بحثاً علمياً في أهم المجلات العلمية العالمية المحكمة المعتمدة من قاعدة الأبحاث الشهيرة سكوبس. وكما ذكر أخي البروفيسور عبد الله، من تصنيف جامعة الأهلية في QS والتايمز، وحصول الجامعة الأهلية في تكنولوجيا المعلومات على الإيبت، وكلية إدارة الأعمال على اعتمادية AACSB في الطريق إن شاء الله. كما تبوأ عدد من أساتذة الجامعة أعلى المستويات العالمية في البحث العلمي، حيث حصل 4 من أساتذة الجامعة على تقييم أفضل 3% من بين العلماء العرب، وصنف أحدهم كأكثر الباحثين العرب استشهاداً بأبحاثهم العلمية. كما صنفت إحدى خريجات برنامج الدكتوراه ضمن أفضل 2% من الباحثين حول العالم. إنما يشهده العالم من تقدم بسبب الثورة الصناعية الرابعة وتطورات الذكاء الاصطناعي سوف يغير الحياة إلى الأفضل. ومن هذا المنطلق تقدمت الجامعة الأهلية إلى الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بحزمة من البرامج العصرية التي تهدف إلى رفض سوق العمل الحالي والمستقبلي بعدد من التخصصات المطلوبة للمساهمة في المسيرة التنموية. ومن هذه البرامج برامج البكالوريوس في التصميم الرقمي وفي العلاج الوظيفي وفي التغذية والحمية وفي إدارة الإمدادات، وبرامج الماجستير في إنترنت الأشياء وفي المحاسبة الجنائية وفي التكنولوجيا المالية، والماجستير في الاتصال اللاسلكي بالتعاون مع جامعة برونيل العريقة. كما تعكف الجامعة على تطوير عدد من البرامج الجديدة بهدف التقدم بها إلى مجلس التعليم العالي، مثل بكالوريوس العمليات اللوجستية والماجستير في إدارة التكنولوجيا وفي البيئة الداخلية المستدامة وفي الأعمال العالمية وريادة الأعمال وغيرها. كذلك قامت الجامعة الأهلية بتنظيم سلسلة من المؤتمرات العالمية في العام 21، ومنها مؤتمر عصر الاقتصاد الرقمي، ومؤتمر تكافؤ الفرص، والمؤتمر العالمي القادم خلال شهرين من الآن هو مؤتمر الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها، والذي سوف يشارك فيه علماء وقادة في الصناعة العالمية من الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والصين وكوريا الجنوبية والهند وأستراليا، بالإضافة إلى متحدثين من الوطن العربي ودول مجلس التعاون. تواصل الجامعة الأهلية جهودها الحثيثة لتقديم المزيد والأفضل لمملكتنا الغالية، وإني لأفخر بما يقدمه أخي وصديقي وأستاذي البروفيسور عبد الله يوسف الحواج من دعم وتوجيه للجامعة ولي شخصياً، والذي أسهم في رقي الجامعة وتقدمها. وأود أن أشيد بما يقدمه البروفيسور عبد الله الحواج عبر إسهاماته الإعلامية المستمرة من رؤية ثاقبة حول مفهوم ودور التعليم العالي للنهوض بالوطن، فله منا جزيل الشكر والامتنان. وأسأل الله القدير أن يسدد خطاه
ويوفقه للانتهاء من مهمة تشييد الحرم الجامعي الجديد في مدينة سلمان العصرية النموذجية. شكراً لك أخي البروفيسور عبد الله. إن هذا الوطن هو وطن التسامح والمحبة والعطاء، في ظل قيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. والذي أكد دائماً على أن الأيام الأجمل سوف تأتي إن شاء الله، وكذلك بفضل سياسة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد. ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، وأن ما يشهده التعليم العالي من تقدم في هذا الوطن الغالي هو انعكاس لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة. كما أود أن أؤكد على جهود سعادة الأخ الفاضل الدكتور ماجد بن علي النعيمي بصفته رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي من أجل بناء وتطوير التعليم العالي ووضعه على الخارطة العالمية، فله منا جزيل الشكر والعرفان. كذلك أتقدم بالشكر الجزيل إلى سعادة الشيخة الدكتورة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي وفقها الله. ختاماً أتقدم إلى أبنائي وبناتي الخريجين والخريجات بخالص التبريكات على نجاحهم والاحتفاء بهم في هذا الحفل البهيج، فهنيئاً لكل خريج وهنيئاً لكل من سهر وربى وتعب. نعم، شكراً لكل أب ولكل أم هنا معنا اليوم. بارك الله لكم فيهم وأزهر قلوبكم فرحاً بنجاحهم. أعزائي الخريجين والخريجات، اذهبوا بعون الله، جدوا واجتهدوا وواصلوا الطريق وأدوا الأمانة ورسالة العلم وساهموا في بناء وطنكم وأنفسكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الشكر والتقدير للبروفيسور الدكتور منصور العالي على هذه الكلمة التي كانت من القلب إلى القلب، فوصلت إلى قلوب أبنائه وبناته الخريجين والخريجات. قم للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. تعجز الألسن عن الشكر والثناء لأصحاب هذه المهنة العظيمة، ونيابة عن الطلبة والطالبات الخريجين، ندعو الطالبين عبد العزيز الجرينيس ونورا البستقي ليلقيا كلمة خريجي الفوجين 15 و16 فليتفضلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين النبي محمد وآله وصحبه أجمعين، سعادة السيد فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس الإدارة راعي الحفل، سعادة البروفيسور عبد الله يوسف الحواج الرئيس المؤسس ورئيس مجلس الأمناء، سعادة البروفيسور منصور العالي رئيس الجامعة الأهلية، أصحاب السعادة الأفاضل
أساتذتنا الأجلاء، الآباء والأمهات، زملاء الخريجين والخريجات، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. يسرني في هذه الليلة المباركة أن أقف بالنيابة عن زملاء الخريجين والخريجات لأعبر عما يختلج في نفسي من الشعور بالامتنان والاعتراف بالفضل والعرفان لوطننا العزيز وجامعتنا الغالية وأساتذتنا الأجلاء وآباءنا وأمهاتنا الأكارم، بعد أن قضينا في بيتنا الثاني الجامعة الأهلية أجمل زهرات عمرنا وأروع سنوات شبابنا، فها قد بلغنا نهاية هذا الشوط ليبدأ كل منا مرحلة جديدة من حياته، ولكن ذلك لا يمحو الذكريات الجميلة التي عاشها كل فرد منا بطريقته الخاصة، والمواقف التي صقلتنا ليصبح كل منا على ما هو عليه الآن. فنحمد الله الذي حبانا بوطن كريم وقيادة حكيمة هيأت لنا كل أسباب النجاح والتميز في هذه الحياة، فكانت الجامعة الأهلية عنوان النجاح والتميز بما وفرته من برامج متطورة وتقنيات تعليمية عالية وأساتذة أجلاء ذوي كفاءة وجو علمي رائع أعاننا على تحقيق طموحاتنا في تحصيل تعليم نفخر على مر الأيام والسنين. أيها الحفل الكريم، تتعطل اللغة ويصعب الكلام، فبعد قليل سوف نفترق لنلتقي مجدداً إن شاء الله في مرحلة جديدة من التحصيل العلمي أو العمل المهني، ولكن الشيء المؤكد هو أن الجامعة الأهلية قد تركت فينا بصمة لا تضاهى وعيناً فاحصة نميز بها الغث من السمين، وروحاً عامرة بالحب والأمل تستشرف المستقبل الزاهر. أيها الحفل الكريم، لا يسعنا في هذه اللحظات الاحتفالية إلا أن نتقدم بخالص الشكر والعرفان والتقدير لكل أعضاء المنظومتين الأكاديمية والإدارية في جامعتنا الغراء، وفي مقدمتهم المربي والأب الحاني البروفيسور عبد الله يوسف الحواج. الذي لم يغلق باباً ولم يدخر جهداً في سبيل أن يكون للجامعة مكانة بين شموس المعرفة الساطعة، ورئيس الجامعة البروفيسور منصور العالي، الذي تعلمنا من توجيهاته وتجربته العميقة أن نتوافق مع زملائنا ونكون على قلب رجل واحد ننهل من العلوم والفنون والآداب بكل جد وعزم. أما أنتم آباؤنا وأمهاتنا الكرام، فلن ننساكم ما حيينا، فلكم منا فكم من الليالي الطويلة التي سهرتموها، وكم من المعاناة التي كابتموها، فلكم منا كل الدعوات الصادقة من القلب داعين الله
بأن يطيل في أعماركم ويعوضكم عن عطاياكم بكل خير، وأن يديم عليكم نعمة الصحة والعافية ووفير الرزق. وفي الختام أقول لزملاء الخريجين والخريجات: هنيئاً لكم ولنا ما أنجزتموه، وهنيئاً لنا هذا الوطن الغالي بمنظومته التعليمية وقيادته الحكيمة وحكومته الرشيدة. لهم منا كل الحب وكل العرفان وكل الأمل في أيام أجمل بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الطالبين عبد العزيز الجرينيس ونور البستقي على تلك الكلمة المعبرة. من وحي توجهات القيادة الحكيمة والحكومة الموقرة، تهتم الجامعة الأهلية باجتذاب واحتضان مختلف شرائح المجتمع في مملكة البحرين. لذلك فإن الجامعة الأهلية أولى الجامعات في مملكة البحرين التي صنفت بأنها صديقة للأيتام وذوي الهمم، ولها قصص كثيرة في ذلك الشأن. فلا تخلو دفعة من الخريجين من هؤلاء الأحبة الذين يلهموننا بطموحهم وعزيمتهم الصلبة. يسعدنا أن ندعو الخريج محمد الشويخ ليشاركنا بإلقاء قصيدة شعرية، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم كل خير. عنوان قصيدة: أعظم التيجان. مبروك التفوق والشرف عالي، ونهنيك بجدارة يا عظيم الشان. ومن حقك يا أخوي لحظة تتفاخر، ومن حقك يا أختي لحظة تتفاخرين، ترى تاج العلم من أعظم التيجان. مبروك التفوق والشرف عالي، ونهنيك بجدارة يا عظيم الشان. ومن حقك يا أخوي اللحظة تتفاخر، ترى تاج العلم من أعظم التيجان. تقدير البشر فالعمر مطلوب، وأظن هذا طبيعي وفطرة للإنسان. هاللحظة أنا وكل الحب العاجز، مهما نجازي ما نوصل جسر رحمان. ارفع راسك بحب وتفاخر، ترى تاج العلم من أعظم التيجان. ترى معنى العبادة مو فقط تسبيح، ولا هي بس صلاة ونكمل الأركان. ترى كل كلمة تفهمها وعلم تقرأ، ومحسوب الأجر في كفة الميزان. اضحك للسعادة بعز وتفاخر، ترى تاج العلم من أعظم التيجان. وعمر الإعاقة ما تعيق إنسان، دام القلب فايض من الإيمان. وأنا الرقم كل الذي عانيه، بس ما أطيع التعب والأحسان. قررت أقاوم ضعفي وإصراري، وأبني بعزومي وهمتي الأركان. لمن وصلت الجامعة باسمي، ونلت الشهادة والشرف عنوان. واليوم جيت ويحتفل قلبي بكل من وقف وياي والخلان. وأشكر أبوي وأمي من قلبي. ولمن وصلت الجامعة باسمي، نلت الشهادة والشرف عنوان.
واليوم جيت ويحتفل قلبي بكل من وقف وياي والخلان، واشكر ابوي وامي من قلبي، والباري وصى بالوالدين احسان واحسانهم لي عمري ما انساه، ولولاهم العز والفخر ما كان. واقول الجامعه الاهليه يا عشنا، ضميت الاهل والصحبه وخلان، وما يقدر ينافسنا بهالليله وحفلتنا بمسرح الدانه. التوقع بعضهم تيجان علاقاتي سعيده مع جميع الناس، وتاج الجامعه ثابت مدى الاسماء. هلا بيهم طيبه قلب وطيب احساس، وتاج الجامعه من اعظم التيجان. ويستاهل مديح الجامعه منكم، رسمتها بكليبي صاغه فنان، وانا الليله ببارك واحتفل فيكم. وتاج الجامعه من افضل التيجان، يقولون التنافس هو خلق محمود، ويقولون التسابق ملعب الجدعان، ومن هو في البشر يقدر ينافسكم؟ وانتم بالجداره للعنف فرسان. اذا انت البطل يا اخوي وتفاخر لبث التفوق لاعظم الديجان. ورساله مني للي ما قدر ينجح ولا حاس التفوق مثل هالاخوان، عليها المره هذه يعمل ويكدح، والتوفيق ياتي من لدى الرحمن. حاول يا حبيبي هالمسا تفلح، ما اريدك بتقول هالعمر تعبان، ترى طعم السعاده بلا علم ما صخ، ترى تاج العلم من اعظم التيجان. مبروك التفوق والشرف عالي، ونهنيك بجداره يا عظيم الشان، ومن حقك يا اخوي اللحظة تتفاخر، ترى تاج العلم من أعظم التيجان. صح لسانك يا محمد، لا فض فوك ولا عز شانئوك. نشكر الطالب محمد الشويخ على هذه الأسطر الشعرية الجميلة والمعبرة. أيها الحفل الكريم، تفتخر الجامعة الأهلية إدارة وأساتذة وطلبة بالنهضة الحديثة لمملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لعاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والجهود التنموية الكبيرة للحكومة الموقرة بقيادة سمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله. وقد حانت اللحظة التي يعبر فيها طلبة الجامعة عن مشاعرهم الفياضة تجاه وطنهم العزيز وقيادتهم الحكيمة وجامعتهم الفتية، من خلال الأوبريت الغنائي الكبير بعنوان 20 عاماً من التميز. كلمات الشاعر هشام الشروقي، التلحين والإشراف الموسيقي والإخراج خريج الجامعة الأهلية الفنان جمال السيب. وغناء الفنانون محمد البكري، محمد التميمي، حسام فلبراتشي وجمال السيب. التوزيع الموسيقي سيروس، وقد شارك في أداء وتصوير الأوبريت مجموعة من طلبة الجامعة.
مبروك. Keep going in style. إي والله حبيبي اسمع. Keep going.
رقي وروعة وجمال على جمال. نشكر خريج الجامعة الأهلية الفنان جمال السيب، ونشكر طلبة الجامعة الأهلية على هذه الفقرة المميزة. أما الآن ندعو الخريجين المتفوقين من طلبة الماجستير الذين حصلوا على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، وتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الثانية، وتقدير امتياز لاستلام دروع التفوق، وكذلك ندعو طلبة البكالوريوس الذين حصلوا على تقدير امتياز عال مع مرتبة الشرف الأولى وتقدير امتياز عال وتقدير امتياز لاستلام دروع التفوق. كما نتشرف بدعوة سعادة السيد فاروق المؤيد رئيس مجلس الإدارة راعي الحفل الكريم، وندعو كذلك سعادة البروفيسور الدكتور عبد الله الحواج الرئيس المؤسس للجامعة، وسعادة البروفيسور الدكتور منصور العالي رئيس الجامعة، وذلك لالتقاط صور تذكارية مع الخريجين المتفوقين، فليتفضلوا مشكورين. وبداية خريجي درجة الماجستير الحاصلين على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، روح الجهة الثانية، والآن مع خريجي درجة الماجستير الحاصلين على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف الثانية. تحية للطلبة المتفوقين. والآن خريجي درجة الماجستير الحاصلين على تقدير امتياز. والآن
خريجي درجة البكالوريوس الحاصلين على تقدير امتياز عال مع مرتبة الشرف الأولى المجموعة الأولى. حياكم. تحية لطلبة البكالوريوس المتميزين. والآن مع خريجي درجة البكالوريوس الحاصلين على تقدير امتياز عال مع مرتبة الشرف الأولى المجموعة الثانية. حياكم. خريجي درجة البكالوريوس الحاصلين على تقدير امتياز عالي. تحية للخريجين. والآن خريجي درجة البكالوريوس الحاصلين على تقدير امتياز المجموعة الأولى. تفضلوا الجهة الثانية. تفضلوا الجهة الثانية. وأخيراً وليس آخراً
خريجي درجة البكالوريوس الحاصلين على تقدير امتياز المجموعة الثانية. تحية لجميع الخريجين. كل الشكر والتقدير لسعادة السيد فاروق المؤيد رئيس مجلس الإدارة راعي الحفل، وسعادة البروفيسور الدكتور عبد الله الحواج الرئيس المؤسس للجامعة، وسعادة البروفيسور الدكتور منصور أحمد العالي رئيس الجامعة على تفضلهم بالتقاط صور تذكارية مع الطلبة الخريجين المتفوقين. أيها الحفل الكريم، جاءت اللحظة التي جئنا واجتمعنا من أجلها. الآن مع تخريج الطلبة الحاصلين على درجة الماجستير، أولاً كلية الآداب والعلوم، يتفضل البروفيسور إسماعيل نوري عميد كلية الآداب والعلوم بالمشاركة في تكريم الخريجين. خريجي درجة الماجستير في الإعلام والعلاقات العامة، خالد حمد سالم صالح العثمان. الطالبة شريفة خميس علي البلوشي. الطالب محمد عبد الكريم جاسم السكران. شكرا للبروفيسور إسماعيل نوري. عفوا دكتور اسماعيل. نشكر الدكتور اسماعيل نوري عميد كلية الآداب والعلوم على مشاركته في تكريم الخريجين. ثانيا، كلية تكنولوجيا المعلومات، تتفضل الدكتورة وسن شاكر عميدة كلية تكنولوجيا المعلومات بالمشاركة في تكريم الخريجين. خريجي الماجستير في تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب الآلي، الطالب أسامة محمد رضا محمد حسن الغسرة بتقدير امتياز. الطالب جاسم علي راشد الشاجي بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الثانية. الطالبة حصة أحمد النعيمي بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى. الطالب خليفة عبد الله جمعة مهيزع. الطالب فيصل حسن علي العيسى. الطالبة نجلاء عبد الجليل إبراهيم جاسم شهاب. الطالبة نورة عادل علي أحمد الفياض بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الثانية.
الطالبة هند عيسى صالح السادة. شكراً للدكتورة وسن شاكر عميدة كلية تكنولوجيا المعلومات على مشاركتها في تكريم الخريجين. ثالثاً، كلية العلوم الإدارية والمالية، يتفضل البروفيسور علام حمدان عميد كلية العلوم الإدارية والمالية بالمشاركة في تكريم الخريجين. خريجي درجة ماجستير العلوم في الإدارة الهندسية وبالتعاون مع جامعة جورج واشنطن، الطالب أحمد عباس عبد الله منصور عبد الله. بتول السيد صالح علي ناصر علوي بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى. بسمة سلامة محمد خليل أبو صيام بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى. الطالبة سارة عبد الرحمن المحميد بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى. الطالب عبد العزيز أحمد يوسف لقرينيس بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى. الطالب فهد عادل علي محمد يوسف بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الثانية. الطالبة مروة رياض عبد الواحد محمد العريض. الطالبة مروة مال الله الحمادي. الطالبة نورة علي صالح غانم مسافر. الطالب يوسف غازي السلوم بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى. والآن خريجي درجة الماجستير في إدارة الأعمال، ألاء محسن حبيب شكيب بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الثانية. السيد محمود حسين محمود آل شرف بتقدير امتياز. الطالبة أماني أحمد علي البن علي بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الثانية. الطالبة أمل عبد الله علي القوتي بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى. الطالبة أمينة محمد بوشيري بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الثانية. الطالبة حصة ناصر يوسف قنبر. الطالبة حميدة أحمد متروك. الطالبة رنا إسماعيل عبد الله السعد بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى. الطالبة
ريم عيسى أحمد عبد الرحمن القانع بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى. الطالبة ريم إسماعيل عبد الله إسماعيل حكيم بتقدير امتياز. الطالبة زينة السيهاتي. الطالب سلمان جعفر عباس منصور فضل بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الثانية. الطالبة شيخة عبد الله علي عبد الله الأنصاري. الطالبة عائشة عدنان محمد فخرو بتقدير امتياز. الطالب عبد الرحمن محمود خالد شريدة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الثانية. الطالب عزام عبد الهادي راضي جعارة بتقدير امتياز. الطالب عبد العزيز عبد الله علي سلامة آل بن علي. الطالب علي محمد علي أحمد بن خليل بتقدير امتياز. الطالب غسان عبد الله مهدي حسين مهدي بتقدير امتياز. الطالبة فجر ضياء طاهر حسن المحروس بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الثانية. الطالب فيصل خليل رشدان بتقدير امتياز. الطالبة مريم جاسم حسن جاسم محمد شبيب بتقدير امتياز. الطالبة مريم حسن علي جابر الناصر بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى. الطالبة مريم عبد علي إبراهيم صالح أديب بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الثانية. الطالب منصور السيد أحمد جواد الوداعي بتقدير امتياز. الطالبة منيرة يوسف أحمد العجمي بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى. الطالبة مها فيصل محمد علي بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الثانية. الطالب ميعاد جعفر محمد تركي. الطالبة عفوا ميعاد جعفر محمد تركي بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى. الطالبة نجلاء محمد أحمد عيسى آل بوفلاح. الطالبة نورة خالد علي البستقي بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى. الطالبة نورة فاضل عبد الله الماحوزي بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الثانية.
الطالبة نورة محمد عبد الرحيم محمد أستاذ بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الثانية. الطالبة نورة هلال الضاعن بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى. الطالبة هدى محمد صالح الشيخ بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى. الطالبة هنادي عبد الله علي إبراهيم بتقدير امتياز. الطالب يوسف عبد الله الحواج بتقدير امتياز. شكراً للبروفيسور علام حمدان عميد كلية العلوم الإدارية والمالية على مشاركته في تكريم الخريجين. 4 سنوات غرستموها بجهدكم، وها أنتم اليوم تقتطفون ثمارها. الآن مع تخريج الطلبة الحاصلين على درجة البكالوريوس، أولاً كلية الآداب والعلوم، يتفضل البروفيسور إسماعيل نوري عميد كلية الآداب والعلوم بالمشاركة في تكريم الخريجين. أولاً خريجي درجة البكالوريوس في التصميم الداخلي، الطالبة أفرين سيد أفروز بتقدير امتياز عال. الطالبة بيان عبد الله جعفر عبد الله المحيشي. الطالبة رغد وليد عبد الرحمن خالد الفرة بتقدير امتياز. الطالبة زهراء فؤاد علي جاسم السني. الطالبة زين هشام خليفة الشيخ عبد اللطيف آل سعد بتقدير امتياز عال. الطالبة زينب محمد حسن المزين. الطالبة سارة عبد المجيد الشيخ منصور محمد الستري. الطالبة سمية يوسف علي غلوم محمد بتقدير امتياز. الطالبة شأن أحمد خليفة عبد الله عبد علي الخزاعي. الطالبة شيماء جاسم محمد عبد الله الجاسم. الطالبة طاهرة محمود حسن محمود. الطالب عبد الرحمن عبد الله إبراهيم إسماعيل إبراهيم. الطالبة علياء السيد محمود حسين خلف خلف. الطالبة علياء محمود محمد عبد الله سيادي. الطالبة فاطمة عبد المحسن عباس علي عبد المحسن. الطالبة فاطمة إبراهيم إسماعيل محمود السعاتي. الطالبة فاطمة محمد عبد الكريم صفر. الطالبة ليالي فاضل عباس أحمد ثابت بتقدير امتياز عال.
الطالبة ماريا محمد يوسف إبراهيم الخياط بتقدير امتياز. الطالب محمد يعقوب يوسف مبارك الأحمد. الطالب محمود أيوب إبراهيم عبد الله يوسف القلاف. الطالبة مريم أنور يوسف علي رضي. الطالبة مريم جعفر عبد النبي جعفر بوحميد. الطالبة نور إبراهيم جاسم محمد عبد الله الرئيس بتقدير امتياز عال مع مرتبة الشرف الأولى. الطالبة نور عباس أحمد عباس علي. الطالبة نورة رياض جاسم حسن القلداري. الطالب يوسف بن خالد بن سالمين بتقدير امتياز. أما الآن مع خريجي درجة البكالوريوس في الإعلام والعلاقات العامة، الطالبة الدانة عارف فارس محمد فارس الرويعي. الطالب السيد محمود مرتضى رضا عيسى العبار بتقدير امتياز. الطالبة أميرة مهدي عباس عبد الله أحمد سليم بتقدير امتياز. الطالبة جنات حسن عبد الرحمن المقهوي. الطالب حسين جاسم محمد عبد الله حسن الحايكي. الطالبة حوراء محمد محمود علي محمد. الطالبة دانا عبد الوهاب جاسم محمد بوحمود. الطالبة رقية جاسم محمد الحمادي. الطالبة ريم خالد عبد الله الجابري. الطالبة زهرة أحمد إبراهيم أحمد إبراهيم. الطالبة سارة عيد سعد إبراهيم. الطالبة عائشة إبراهيم عبد الله خليفة الزايد. الطالب عبد الله جمال عبد الله عبد العزيز سعيد الشوملي. الطالب عبد الله علي عبد الله الشاعر. الطالبة عبير خالد علي أحمد. الطالب علي عبد الرسول عبد الله الحداد. الطالب علي ناصر علي ناصر محمد. الطالب فاضل عباس شهاب.
الطالبة فاطمة السيد عباس أمين مهدي الحلاي بتقدير امتياز عال. الطالبة فاطمة حسين عبد الله عيسى عبد الله. الطالبة فرح عيسى علي عيسى سند المهيزة. الطالب محمد عبد النبي حبيب حسين عبد الله الشويخ. الطالب محمد عيسى عبد الله حسن إبراهيم الزياني. الطالب محمود فوزي حمد عيسى المسيفر. الطالبة مريم عبد الكريم إبراهيم عبد الكريم الحربي. الطالبة مريم طارق فيصل الملا. الطالبة مريم عثمان عبد الرحيم الحمادي بتقدير امتياز عال. الطالبة معصومة عبد الكريم جاسم السكران. الطالبة موضي علي محمد يوسف القطان. نايف عبد الله جاسم حسن القلداري. انجود سامي عبد الله الدوسري. انجود فيصل محمد القطان. نورة باقر جمال محمد جمال. نيلة عيسى حسن يوسف القلاف بتقدير امتياز. هيفاء محمد يوسف جناحي. وعد تقي أحمد إبراهيم الفردان. شكراً للبروفيسور إسماعيل نوري عميد كلية الآداب والعلوم على مشاركته في تكريم الخريجين. أما الآن ثانياً، كلية تكنولوجيا المعلومات تتفضل الدكتورة وسن شاكر عميدة كلية تكنولوجيا المعلومات بالمشاركة في تكريم الخريجين. في البداية، خريجي درجة البكالوريوس في أنظمة الوسائط المتعددة أحمد محمد عبد الرحمن جناحي. سمية مجدي عبيد بتقدير امتياز عال مع مرتبة الشرف الأولى. علي حسين علي أحمد حبيب آل حيدر. محمد عبد الأمير جمعة أحمد عبد الرسول. نادية عبد المجيد محمد رفيع خادم. الآن
مع خريجي درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات. السيد علي حسن إبراهيم طالب إبراهيم. جاسم محمد مهدي عبد الوهاب محمد حجيري. حسين عبد الرضا حسن أحمد محمد كسيل. ريم فتحي محمد المرباطي بتقدير امتياز عال مع مرتبة الشرف الأولى. سارة فيصل خلف بتقدير امتياز عال مع مرتبة الشرف الأولى. علي عبد العزيز علي الفليج بتقدير امتياز عال مع مرتبة الشرف الأولى. محمد فاضل محمد حمد بدو بتقدير امتياز عال مع مرتبة الشرف الأولى. محمد حسن محمد القاسمي بتقدير امتياز عال. شكراً للدكتورة وسن شاكر عميدة كلية تكنولوجيا المعلومات على مشاركتها في تكريم الخريجين. ثالثاً، كلية العلوم الإدارية والمالية، يتفضل البروفيسور علام حمدان عميد كلية العلوم الإدارية والمالية بالمشاركة في تكريم الخريجين. خريجي درجة البكالوريوس في المحاسبة والعلوم المالية، الطالبة سمية سهيل بتقدير امتياز. أحمد عبد الجليل عبد الله يوسف حسن. أحمد فاروق محمد العوضي بتقدير امتياز عال. أحمد منصور الحايكي. أحمد يوسف أحمد آل شعيل بتقدير امتياز عال. أسماء محمد جواد رمضان بتقدير امتياز. السيد حسن إبراهيم عدنان هاشم. بيان حسن علي حسن الدهيم بتقدير امتياز. بيان خليل إبراهيم البصري بتقدير امتياز عال مع مرتبة الشرف الأولى. ثامر عدنان عبد الله الشيخ هزيم الشامسي بتقدير امتياز عال مع مرتبة الشرف الأولى. جمانة محمود محمد علي سعيد بتقدير امتياز عال مع مرتبة الشرف الأولى. جواهر محمد الصفار. حسن علي حسن منصور نايم. حسين عبد المجيد محمد شعبان جهرمي. حسين علي عيسى حسن القصاب. حصة عدنان عبد الله السليمان الحمد البسام.
حنين عبد الله أحمد حسن. حوراء عابد جاسم بتقدير امتياز. خلود عبد الكريم حسن الصفار. خيرية محمد عبد الله الغزالي. دينا حميد علي بتقدير امتياز عال. رغد حسن علي محمد علي هلال. زهراء جعفر خميس يعقوب بتقدير امتياز عال مع مرتبة الشرف الأولى. زهراء عبد الله صالح أحمد صالح. خريجي ذوي الهمم بالجامعة الأهلية. زينب فاضل عبد النبي عبد الوهاب رضي بتقدير امتياز عال مع مرتبة الشرف الأولى. زينب ماجد السيد هاشم العلوي بتقدير امتياز. سارة عبد الواحد عبد الله إبراهيم الجسمي. سارة محمود محمد الخياط بتقدير امتياز. سارة يوسف عبد اللطيف البستقي. سلمان شوقي محمد البستقي. سوسن سعيد أحمد ناصر عمران بتقدير امتياز. شريف حسن الحجيري. شوق عبد الغفار محمد المرباطي. صادق ناظم أحمد رضي. عاصم عبد الواحد محمد جناحي. عبد الله حسن عبد الله محمد. عفراء محمد عبد الله ابو دواس بتقدير امتياز. علي طالب امان. علي حسن خميس الحايكي بتقدير امتياز عال مع مرتبة الشرف الاولى. علي حسين
الفرج بتقدير امتياز. علي عقيل علي عبد الله أبو دريس. علي محسن حسن مجيد الصفار بتقدير امتياز عال مع مرتبة الشرف الأولى. فاطمة حسن حاجي الغواص. فاطمة عبد المجيد حاجي بتقدير امتياز. فاطمة علي فرج جواد. فاطمة فؤاد عبد الواحد عبد الله الصديقي. كوثر السيد يوسف محمد يوسف بتقدير امتياز. كوثر جاسم أصغر عبد الوهاب بتقدير امتياز عال مع مرتبة الشرف الأولى. لولو راشد عيسى بوفرسن. ليلى علي حسين سلمان حسين البناء. محمد إبراهيم عبد الله حاجي عبد الله بتقدير امتياز. محمد جاسم محمد حسن أبل. محمد عبد العزيز محمد السيد بتقدير امتياز. مريم توفيق أحمد عبد الله بني حماد بتقدير امتياز. مريم جهاد محمد سبت. مريم محمد أحمد يعقوب عاشير. مريم محمود أحمد بابا مال الله. مشاعل صادق إبراهيم علي طالب بتقدير امتياز. ملاك مرتضى حسين حيدر اليوسفي بتقدير امتياز. منال شوقي محمد البستقي. منال عبد العزيز الغتم. يستحقون الخريجين العناء والانتظار. ميامين محمد علي سلمان رضي. ناصر محمد ناصر عبد الحسين القصاب. نور رياض ميرزا يوسف مرهون. نورة جاسم أحمد الذوادي بتقدير امتياز. نوف سامي عنبر جوهر لسعود بتقدير امتياز عال.
هدى سعيد أحمد الجبل بتقدير امتياز. هيفاء عبد الله عيسى سالم حاي. وسن يونس ميرزا أمان الله. يارا جابر أحمد الجابر. يوسف مجيد يوسف رستم. خريجي درجة البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية. إبراهيم أحمد إبراهيم سلمان إبراهيم بتقدير امتياز. أحمد محمد أحمد قربان. أمين السيد هاشم محمد. جنان علي منصور أحمد حيدر. دانا جاسم محمد سيادي. رقية إبراهيم منصور عبد الله عبد الجبار بتقدير امتياز عال. زينب علي حسين سلمان حسين البناء. سندس محمد عبد الله عبد القادر بتقدير امتياز. صفاء عباس حبيب حسين. علي عباس أو عفوا علي حسن عباس عبد الوهاب. علي عبد الجليل عبد الحسين فردان. فاطمة محمد عبد الرحيم محمد أستاذ. فاطمة محمد عبد الواحد الكوهجي. فاطمة يوسف عيسى محمد. فجر سعد غانم سعد. قاسم إبراهيم خليل المقهوي. محمد جاسم محمد عبد الله محمد حسين. محمود محمد محمود ملا أحمد عبد الغني. ملاك محسن خليفة مدن المصلي بتقدير امتياز عال. مها رياض علي منصور المنصور. انجود عادل سعد حمدان الدوسري بتقدير امتياز عال. ندى عبد النور إبراهيم عبد الله محمد بتقدير امتياز عال مع مرتبة الشرف الأولى. نور علي عبد الله الشعلة.
والآن خريجي درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية حسن جعفر عاشور علي عبد اللطيف. عبد القادر بن عبد العزيز ببشيت. علي عبد الحميد حاجي حسن بتقدير امتياز عال مع مرتبة الشرف الأولى. مريم عبد اللطيف فضل الدين حاجي. تحية للطلبة المتفوقين. منار عادل محمد علي. يوسف عزام عبد الهادي راضي جعارة. والآن خريجي درجة البكالوريوس في الإدارة والتسويق أحمد عدنان جمال. السيد سلمان علوي سلمان حسين علوي. أنيسة عبد الرحمن أحمد القطان بتقدير امتياز. إيمان بالقايد بتقدير امتياز عال. إيمان غلام رضا أحمد محمد خرمي. بدر حسن حسين حسن عبد الرحيم بتقدير امتياز عال مع مرتبة الشرف الأولى. بنف ناجي حسن علي إبراهيم العالي بتقدير امتياز عال مع مرتبة الشرف الأولى. جواهر حسان السالم. جيهان علي خليل إبراهيم المقداد. حسين علي عبد الله معتوق. حصة عيسى طريف عيسى علي البن علي. حوراء خالد البناء بتقدير امتياز عال مع مرتبة الشرف الأولى. خولة حسام محمد علي الأحمد. دعاء محمد خليل إبراهيم سعيد بتقدير امتياز. روان علي عبد الله الأحمدي. ريم جعفر محمد جاسم نعمة. ريم مهدي عبد الهادي عبد الله محمد شرار بتقدير امتياز عال مع مرتبة الشرف الأولى. زينب عبد المجيد علي الحسيني. سمر عبد الحسين مظاهر السماهيجي. عائشة محمد يوسف محمد العسم. عبد الرحمن يوسف عبد الرحمن الزياني.
عبد الله حمد علي محمد المناعي. علي جلال العالي. علي نجف عبد الكريم نجف. غيداء عبد العزيز مهدي عبد النبي هزيم بتقدير امتياز. فاطمة أحمد حاجي غلوم سيفي. فاطمة علي أحمد عبد الله أحمد. مرام فؤاد صالح حسين آل شهاب. الطالبة مريم خالد حسن سيار. مريم علي محمد. مريم فيصل عبد العال. ملاك علي علي محمد عباسي. نور أحمد صالح حسين آل شهاب. نورة إبراهيم جمع الدوي بتقدير امتياز. هشام علي حسن محمد علي. موجود. يزن محمود يوسف المحمود. يوسف أحمد عبد الواحد عبد الرحيم الكوهجي. يوسف عيسى يوسف أحمد سيف. والآن مع خريجي درجة البكالوريوس في الاقتصاد والمال، الطالب حسين المصباح. حوراء جعفر حسن الحسن. سارة محمد علم علي. علي إبراهيم شهاب بتقدير امتياز. غيداء حسين علي حسن الجشي بتقدير امتياز. نرجس بيجن عبد الرحمن ديواني بتقدير امتياز عال. نور ميرزا علي الحواج بتقدير امتياز عال مع مرتبة الشرف الأولى. نوف إقبال حميد علي صنقور بتقدير امتياز. أضبها تشكرة.
يقين عبد الصاحب أحمد علي بتقدير امتياز عال مع مرتبة الشرف الأولى. نشكر البروفيسور علام حمدان عميد كلية العلوم الإدارية والمالية على مشاركته في تكريم الخريجين. يتفضل الدكتور أحمد جديدي عميد كلية الهندسة بالمشاركة في تكريم الخريجين. خريجي درجة البكالوريوس في هندسة الحاسب الآلي والاتصالات جوباث كريسان ريتالو مدينة. نوف بشير محمد. أحمد رائد عبد الكريم حسن علي يعقوب. آيات السيد كاظم الموسوي بتقدير امتياز. براء أمجد علواني. براء تفضل. براء تفضل. خالد عبد الواحد محمد عبد الواحد جناحي. دانا يوسف مبارك الدوسري. سارة هشام محمد يوسف خضر. سعد خالد بدرة. عائشة أحمد صالح الكوهجي بتقدير امتياز عال مع مرتبة الشرف الأولى. علي طريف. علي يعقوب عبد الغفار بتقدير امتياز. مبارك جمال سلامة الطائي. محمد إبراهيم عبد الله محمد القوتي. وحش عمو. يارا ياسر عبد الحميد الهرمي. يارا ياسر عبد الحميد الهرمي. برنامج خريجي درجة البكالوريوس في هندسة الهاتف الجوال والشبكات إحسان عباس إبراهيم بتقدير امتياز عال مع مرتبة الشرف الأولى. جواهر رافع رشيد خربط بتقدير امتياز عال. شادي علي أحمد علي حسنين بتقدير امتياز عال مع مرتبة الشرف الأولى. عائشة فوزي أحمد فليفل. علي محمد علي سالم. علي يوسف ياقوت. فاطمة عبد المحسن حسن خميس. مريم محمد عبد الله زينل. آخر واحدة وتشكرينا وتخلصين. نيرة أحمد علي جمعان بتقدير امتياز عال مع مرتبة الشرف الأولى.
شكراً للدكتور أحمد جديدي عميد كلية الهندسة على مشاركته في تكريم الخريجين. شكراً للدكتور منصور العالي. في الختام عرف سائد أن يقوم رئيس الجامعة بمباركة الخريجين ويأذن لهم بتغيير شارة القبعة من اليمين إلى اليسار ابتهاجاً بتخرجهم، فليتفضل البروفيسور الدكتور منصور العالي. أرجو من الخريجين والخريجيات الوقوف. بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني ويشرفني أن أقف أمامكم وأنه بموجب الصلاحيات الممنوحة لي من قبل مجلس الأمناء ومجلس الجامعة فقد تقرر منحكم درجاتكم العلمية التي اجتزتم متطلباتها بنجاح بكل ما تحمله هذه الدرجات من حقوق وامتيازات. والآن أدعو الخريجين والخريجات لتغيير الشارة من اليمين إلى اليسار إعلاناً بتخريجكم مع خالص التهنئة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مبروك للجميع.